طبعا الناشئين هم ابطال مصر وابطال المستقبل، اللي يعني ان شاء الله يحملوا اسم مصر ويحملوا اللواء ويكملوا ما فعله الاباء والاجداد الرياضيين من انجازات ويحققوا انجازات جديده. من حرص نادي سبورت طبعا على الدفع بالناشئين معنويا واظهارهم اعلاميا طبعا علشان يحسوا باهميه الانجاز اللي بيحققوه، عشان يحققوا انجاز اكبر منه ان شاء الله مستقبلا. النهارده لازم يقابل واحد من الناشئين اللي انجزوا الحقيقه انجاز طيب جدا وحصلوا على لقب افضل لاعب في المباراه النهائيه لبطوله القاهره لكره الماء، وكان في تنافس شديد جدا على هذا اللقب. قدر كابتن عمر خالد زاهر لفريق ناشئين نادي الماء بنادي الزمالك بالفوز بهذا اللقب، عفوا نادي الجزيره بالفوز بهذا اللقب وهذا الانجاز الكبير في سنه. كمان هيكون معانا والده كابتن خالد زاهر، وهو من ابطال مصر في لعبه كره الماء وابطال المنتخب المصري ونادي الجزيره ايضا. صباح الخير، اهلا بيكم. صباح النور. صباح الخير كابتن خالد. خالد واحد من نجوم برضو كره الماء في نادي الجزيره، ونادي الجزيره يمكن نادي الهيكلس هم الكبار في كره الماء. لكن خليني في البدايه قبل ما ابدا اسال حضراتكم، يعني اشكر بس زميلنا حسن توفيق على التقارير والسبق الرائع جدا في لقاءاته مع كابتن حلمي طولان والكابتن محمد يوسف في تكريم جمعيه قدام اللاعبين لجهازي الاهلي والزمالك اللي حصلوا على بطولتي كاس مصر وايضا دوري ابطال افريقيا. بنشكر حسن توفيق، شكرا جزيلا. كابتن خالد، هنقول يعني هذا الشكل من ذاك الاسد، لقب غالي جدا لعمر حققه في هذه البطوله. دايما الصراع ما بين هليكلس والجزيره بيبقى على اوجه يعني، وقصه انه ياخد احسن لاعب في بطولة زي بطولة القاهرة ده شيء إنجاز أكيد كبير، ممكن الناس ما تكونش عندها استيعاب بأهمية بطولة القاهرة. لا حضرتك طبعا، هي بطولة القاهرة تعتبر بطولة الجمهورية. بالظبط. لأنها بطولة القاهرة مفتوحة، هي بتضم جميع الأندية اللي بتلعب لعبة كرة الماء. فطبعا إحنا كانت المنافسة لعبنا ماتشات كتيرة عشان نوصل للفاينل مع نادي هليوبلس. عمر حصل طبعا في الاربع ماتشات لعبهم على منهم على ماتشين لاعب على احسن لاعب، هما كل ماتش بياخدوا احسن لاعب في الماتش. عمر حصل على اثنين منهم وجه في الفاينل طبعا برضو لعب كويس جدا، ففي الاخر حصل على احسن لاعب في البطوله. يعتبر احسن لاعب في مصر في سن 12 سنه. مبروك يا عمر، وطبعا افضل لاعب في مصر لكره الماء، ان شاء الله تكون افضل لاعب في افريقيا وفي العالم قريبا باذن الله. نقول يعني انت عندك كام سنه يا عمر، وبتعمل ايه بقى في موضوع المذاكره والتدريب عشان توصل للقب زي كده ويبقى مستواك الفني مستوى رائع بالشكل ده؟ اكيد تعبت كتير في التدريبات وقدرت ان انت توافق كمان مع مذاكرتك، فاحكي لنا كده عن انا عندي 12 سنه و بقى في المذاكرة بنظم وقتي. يعني بذاكر أول ما أرجع المدرسة بذاكر، بطلع التمرين وبرجع وعلى طول يعني يوميا. اه ومين مسألك الأول؟ بابايا. يعني شفت المباريات لبابا مثلا متسجلة قديمة؟ لا أنا شفت صور يعني، ما شفتش. مفيش تسجيلات شفتها لبابا؟ لا. طب بيدربك بابا، بيدربك في النادي، بيبقى موجود معاك في الكلام؟ والله هو الكابتن مش موجود، بنيجي الصبح ساعات بيقعد يمرني وكده. طيب كابتن خالد، يعني لعبة الوتر بولو من اللعبات الصعبة جدا، بتحتاج يعني لياقة بدنية عالية جدا وبتنمي الجسم بشكل عنيفة. هي فعلا لعبة جامدة جدا يعني. هي فعلا تعتبر من أعلى في الألعاب اللي في العالم. محتاجة مجهود ولياقة بدنية قوية جدا. يعني أنا فاكر أنا مثلا كنت بلعب، كان أي رياضة تانية لما الواحد بيجي يلعبها كورة أو بوكس سكواش، كل واحد بيحب الرياضة عموما. كان بتبقى بصراحة أسهل بكتير مع في المية كده، بتبان إن مفيش أي مشاكل، لكن تحت المية يعني في أسماك قرش بتاكل. دي حقيقة فعلا، دي حقيقة فعلا. طيب عايز حضرتك توضح لنا كده مركزه يعني ومركزك برضو، يعني إن في ناس كتير ما عندهاش وعي بالتكتيك بتاع اللعبة أوي يعني. طبعاً. ممكن يكونوا بيتفرجوا عليها على سبيل الانترتينمنت يعني. أو حتى في يعني في ناس مهتمة جدا إنها تتفرج على الوتر بولو مثلا في الدورات الأولمبية أو
او البطولات المحليه او البطولات العالميه. لكن في ناس كتير ما عندهاش فكره عن التكتيك بتاع اللعبه، ده مركزه ايه، ده التكتيك بيمشي ازاي، الهجوم الدفاع، هل ده بيشارك مع ده، بيطلع ويرجع، يعني عايزين نفهم ده من حضرتك برضو. هو حضرتك طبعا هي مش زي مثلا كره القدم حضرتك بيبقى في مثلا مهاجم ومدافع، لا هي كره الماء بتبقى لعبه زيها زي الهاندبول زي الباسكت، كله بيهاجم وكله مدافع. يعني مثلا عمر اساسا مركزه اخر واحد في الملعب، مدافع قدام اخر واحد في الملعب في الدفاع، في الدفاع. ولكن ده بيديله فرصه ان هو يبقى اخر واحد اللي بيبقى زي بلاي ميكر لما نيجي نهجم بيبقى هو البلاي ميكر اللي يمشي الملعب. وفي نفس الوقت في اي فرصه فيه، ويمكن دي من الاسباب اللي هي خليته دي يمكن لقطات معانا من احد دورات او احدى دورات الاولمبيه. دي مش حتة مصر، في اولمبياد اتينا، في اولمبياد اتينا مها مخرجاتنا النهارده جايبه لقطات للمنتخب الوطني. بص بقى زي ما حضرتك شايف هو عمر بيبقى مكانه في الورا زي ما حضرتك شايف قدام السنتر فورورد. وفي نفس الوقت ممكن زي ما حضرتك شايف برضه الشوطه هو ممكن ساعه لما بتيجي الهجوم الكوره معانا يبتدي هو للقادمين من الخلف دايما حتى دلوقتي في الكوره وفي كل اللعبات القادمين من الخلف هو اكتر واحد بيقدر يخش من ورا وبيشوط ويخلص ويخلص ويسجل او اكتر من المهاجم اللي قدام اكتر من المهاجم. محتاجه يعني في يعني ليها طبعا تكتكس، يعني في السباحه الاول الطفل بيتعلمها مش كده، وبعدين يدخل بعد كده على تعليم قواعد اللعبه ومسك الكوره، يعني لعبتين في لعبه. تمام يا فندم. هو طبعا عمر مثلا بالنسبه لعمر احنا ابتدينا سباحه من واحنا عندنا 3 سنين. ثلاث سنين ابتدى عمر يلعب سباحه. بشوف لقطات ساعات 6 شهور اطفال 6 شهور بيبداوا اولياء الامور يرموا الاطفال 6 شهور في البيسين. انا رميت عمر 6 شهور فعلا، وانا والدي رماني 6 شهور. الاول لما كان عندي 3 سنين ابتديت سباحه وقعدت اتمرن خدت ستار 1، بعد كده طلعت على الوتر بولو لغايه دلوقتي بقى لي 4 سنين. كنت في الاول مش عارف فابتديت شويه زي تعرف الحمد لله. معانا بقى سؤال ليكي يا عنا، بلاك كاس يا عنا؟ ده افضل، ده كاس افضل لاعب؟ وكان في البطوله وميداليه المركز الاول. المركز الثاني. المركز الثاني للنادي يعني عشان على اساس النادي خسر من هيليوبلس. بالظبط كده. افضل لاعب في البطوله كلها. لكن انت مركزك كان ايه يا كابتن خالد؟ انا كنت بلعب وينج رايت. وينج رايت. انا اساسا كنت سباح وكنت سبرنتر فكنت سريع جدا. فطبعا عارف حضرتك الوينجات دايما بتبقى اسرع واحد بيلعب في الوينج. فانا كنت سريع جدا لان كنت اساسا سباحه في 100 متر حره، كنت بطل مصر في 100 متر حره قبل كره الماء. ايوه فلما جيت لعبت بعد كده بقيت وينج رايت. احنا عايزين عمر يعلق كده على الصور دي. يعني الصوره دي فين يا عمر؟ دي الصوره في البطوله، ده نفس البطوله اللي هي الحاليه اللي انا خدت فيها احسن. ده علي وده خالد ممدوح اللي متصور جنبي. ده التيم اللي معاك. واللي جنبي اسمه موني. كانوا مبسوطين طبعا ليكي ان انت فزت بالكاس. دي تاني صورة، تاني اخد فيها احسن لعيب. دي مرة قبل الفاينل كان الصبح كنا بنلعب الشمس. خلينا بس اعلق على الصورة دي لانها تهمني جدا. ان كابتن نبيل وكابتن منير دول وحيد فريد. كابتن نبيل اللي لابس قميص مروان. من ايام ما حضرتك على اليمين العجمي. كابتن منير وحيد فريد من الاتحاد والحكام اللي ما قال من ايام ما كنت انا بلعب وبعزهم جدا وربنا يديهم الصحه. الحقيقه الناس دي يعني دايما في الكواليس ويعني بنقول خلف الكاميرات وتلاقيهم من زمان جدا شغالين حتى يومنا هذا. دي حقيقه. ودايما يعني الكباتن دول الكبار دول بيبقى ليهم تاثير جيد جدا على اللاعبين وحافظين على اللعبه دي جدا او كل اللعبات عموما لان فيها العناصر دي. هي الخبرات حضرتك اللي بتتناقل دي لما يكون في طبعا الخبره الاساسيه اللي عندنا هم اللي بيدوا الخبرات. ده كان دبلوماسي في الخارجيه في الحقيقه. بالظبط فعلا هو دبلوماسي في الخارجيه وحكم في الاتحاد المصري للسباحه. وحضرتك يعني احنا عايزين برضه نقول ان الرياضه بتنجح الانسان عمليا كمان، يعني مش بس الهدف انه ينجح في حياته او في لعبته، لكن الهدف ايضا النجاح في الحياه بشكل عام. يعني الرياضيين
دبلوماسيين وفي طبعا منهم الاسره اعلام الاسره والدي اعلام الاخبار بالستينات ده اول ستينات ده غير قطاع الاخبار مظبوط دي حقيقه بشكل عام كابتن عن يعني انجازات المنتخب المصري في كره المياه عن التاريخ دوت يعني بتعرفوا على التاريخ ده طبعا انا بحب انا بصراحه بحب ان انا ابقى معاه على طول واديله فكرة على طول اول باول عن دنيته والدتي كانت بطلة مصر في التأديف تمام ان شاء الله فاحنا عيلة رياضية اخويا من بطل مصر في السباحة ودلوقتي بيلعب لعبة اسمها تراي اثلون في امريكا من ابطالها وبينزل اثلون ثلاثي ثلاثي بالظبط حضرتك الايرون مان وطلع ثلاثة طب يعني انا برضه عايز اسأل عمر على القصة دي عمر انت ليه ما طلعتش قلت لبابي قلت له انا عايز العب كرة قدم زي الكل يعني الناس كلها عايزة تلعب كرة قدم يعني الوعي بتاع اللعبات اللي هي مثلا الووتر بولو التراثلون زي ما قال بابي الكونتاكت لا انا لما جيت العب كرة كان بابا برضه كان عايزني العب ووتر بولو فهو عارف مصلحتي لما دخلت الووتر بولو واخدت احسن لعيب في البطولة فيعني انت ما واجهتش صعوبه في التمرينات بتاعت الووتر بولو بما ان احنا قلنا في البدايه انها اصعب بكتير جدا من كده صعبه وعايزه مجهود وعايزه ناس جنبك ربتك ربت فيك عصبك تمام بقيت تقدر تقاوم في الميه لان شفنا عنف شديد جدا تحت الميه العنف ده هو اللي بيحصل في الميه بالظبط بتقدر ان انت تواجهه بشكل او باخر يعني مش صعب طيب في نقطه مهمه جدا اصرارك على ان عمر يلعب ووتر بولو دايما المحتكين في مجال الرياضه بيبقوا عارفين ان كرة القدم كده ليها ستايل وليها يعني الناس بتاعتها برضه شهرة غير الشهرة انا بتكلم في قصة تانية نقطة مهمة أو سبيسيفيك يعني قصة الكالتشر والاسلوب يعني عايز اقول ايه اجتماعيا كرة القدم ممكن يبقى اللاعبين كرة القدم اجتماعيا مش زي اللي بيلعبوا ووتر بولو او تنس او سكواش او يعني بيبقى في اختلافات كبيرة جدا ده ممكن من احد العوامل اللي حضرتك خليت عمر يلعب ووتر بولو بسببها دي حقيقة دي حقيقة فانا حبيت اثير النقطة دي ضروري جدا دي نقطة مهمة جدا الثقافة مختلفة جدا بالنسبة لكرة القدم عن باقي اللعبات صحيح دي النقطة الأساسية اللي ما شاء الله أصدقائه اللي هم في الفرقة زمايله برضو يعني حاجة تشرف طبعا ودي حاجة مهمة جدا إن أنت تبقى حواليك الدور اللي حواليك لأن هم دول أصحابك اللي هيبقوا معاك الأتموسفير نفسه والمناخ نفسه طبعا. هو الملائم للحالة الاجتماعية وأيضا للحالة الثقافية المجتمعية يعني اجتماعيا يعني دي أنا برضو كان هنا في سؤال أحب أرد على حضرتك فيه قبل كده اللي هو حتة بتفيد الرياضة بعد كده في إيه كمان في حياتي دي فعلا دي نقطة مهمة جدا إنها بتديك الديسيبلين الديسيبلين إن أنت اللي هو انك تبقى انتظام النظام في عموم في حياتك النظام والديسيبلين دي بتعود عليك ان انت بتبقى في دمك بعد كده في شغلك في حياتك حياتك بتبقى اسهل وخلاص انت اتعودت على سيستماتيك معين انك تعرف تمشي عليه يبقى الدنيا سهله بالنسبه لك انت اتعودت على كده بس لان في نقول تركيز في حاجه يعني اولويات في تنظيم حتى في التفكير فدوت كله بيخلي الشخصيه دي متميزه وحياتها اسهل او بطريقه طبعا قول لنا كده يا عمر الصور دي برضو علشان نوضح للسلام دي صوره بتاعت مش البطوله دي كانت بطوله قديمه شويه بس ما خدتش فيها احسن لعيب احنا كنا يعني دي شهادات بس احنا فيها دي كنا صاحبي مصطفى كان معايا في الفرقه ومعانا في نفس الوقت في المدرسه وجاري برضه وفي دي شهادات تقدير هو حضرتك البطوله دي اللي احنا لعبناها اللي عمر خد فيها دي اول بطوله رسميه قبل كده طبعا كان سنهم صغير فقلت له البطوله الرسميه من 12 سنه في المجر لما سافرت المجر ده الفرقه بتاعتي كلها كابتن بتاعي في النص انت اكتر حاجه بتحبها ايه في الووتر بولو يا عمر؟ بتحب يعني ايه في الووتر بولو عاجبك؟ السفر مثلا زمايلك واصحابك الصداقات اللي بتكونها لا انا اكتر حاجه بحبها ان اصحابي معايا اصحابك يكونوا معاك طيب انت بتشوف يا عمر ماتشات بره؟ يعني بيجي لك مثلا ممكن تبقى في تشانل معينه بتتابعها على اي قناه بتشوف يعني بتحاول ان انت تتابع النظام بره ماشي ازاي طيب انت صاعد وواعد وناشئ خدت احسن لاعب في بطوله كبيره في مصر
بابا كان لاعب كبير في نادي الجزيره وكان وينج يعني مركز برضه صعب محتاج زي ما هو قال سرعات. ايه اللي ناقص الوتر بول في مصر من وجهه نظرك انت كفكرك؟ يعني انت شايف ايه الفرق بيننا وبين بره مثلا؟ بس ده بيخليك هنا انت متضايق شويه يعني في حاجات نفسك تبقى موجوده. ان احنا يعني هنا الكباتن مش بيركزوا معانا قوي. مش بيركزوا معاكوا قوي في ايه بالظبط؟ هما هنا الكباتن مثلا لما بيركزوا مع حد يعني لو في ناس كتير ما بيعرفش يركز مع التاني فده بيبقى مثلا عدد كتير يعني واصل حضرتك العدد بيبقى كبير كتير فهو ما عندوش فرصه كتير ان هو مثلا كابتن واحد يركز مع 50 واحد. بره دي رائعه. ايدي بقى دي احنا كنا في الميه بنلبس مي واحنا في المدرسه في البسين معلقين صوره اس في اس كل العلامات دي احنا يعني لابد فرنسي كاتبين ايه بقى معنى ايه كاتبين متطوعين لحاجه معينه. فولتاغ هي المدرسه بتاعي اس في اس هي فولتاغ وكيبلينج اس في اس هي مدرستين كيبلينج اللي هو الانجليزي وفولتاغ الفرنساوي. انا فرنساوي كفايه اعلان بقى احنا كنا فاكرين يعني حاجه. انا عايز انا يهمني جدا النقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها ان ما بيبقاش في تركيز. بس خلي بالك المشكله اللي انت بتتكلم فيها دي على جميع قطاعات السباحه مش ووتر بولو بس. دايما بنلاقي مشاكل مع المديرين الفنيين او المدربين بيبقى عنده ناس كتيره جدا داخله المدرسه وما بيركزش وبالتالي بيوصل الحال ان الاب بيودي ابنه او بنته البرايفت. صحيح. مشكله خطيره. صحيح. فانت بتشوف ان ده دي مشكله من المشاكل. ايه مشكله تاني؟ انا شايف ان بره ما بيركزوا يعني احنا بنتدلع ساعات التلاعيب بتدلع عشان كده هم متقدمين اكتر مننا فلازم نبقى نعمل شويه مجهود عشان نبقى زيهم. انت عندك يعني الوعي ده يعني انت عندك انا شايف ان احنا في دلع طبعا الامكانيات مش متوفره بشكل كبير هنا في مصر اكيد يعني بيبقى يعني كاللعبات الشهيره كلها حالها ان يبقى نقص الامكانيات اكيد بتعاني من مشاكل زي كده. ده حقيقه فعلا. يعني انا مثلا حمام السباحه اللي احنا بنتمرن فيه في نادي الجزيره هو من نفس الحمام السباحه اللي هو احنا من ايام ما كنت انا من 40 سنه في اي حاجه فمع طبعا زياده الاعداد حضرتك احنا كنا مصر كانت قد ايه فطبعا زي ما عمر قال كده اللي هو يقصد طبعا مش اهتمام اللعيبه او اللعيبه بس مش عارف يوضح. انا احب بس اوضح له ان هو الامكانيات من بسين واحد مثلا هو حمام سباحه واحد في مثلا 100 لعيب بمختلف الاعمار وفي مثلا ساعات بيبقى مدربين ثلاثه مختلف الاعمار. معقوله نادي الجزيره يعني ما فيهوش بسين واحد؟ ده مستحيل. لا في حمامين في حمامين بس طبعا انت حضرتك عندك نادي زي الجزيره المفروض يبقى فيه يعني خلي بالك ان في نوادي ثانيه سباحه كره ميه فتحت كره ميه نادي الجزيره في كذا لعبه كذا لعبه بالظبط في الليل خمس لعبات اولمبيه تقريبا خمس لعبات اولمبيه طبعا بيقسموا الاوقات فبنضطر ساعات مثلا نخلص تمرين متاخر عندنا صحيان الصبح بدري عشان نروح المدرسه. انا مش عايز غير الركنه والزحمه عشان نروح مش عايز اتكلم في الركنه في نادي الجزيره. مقر واحد بس نادي الجزيره في مصر كله وكل الانديه الثانيه فتحت فروع يعني طب ليه نادي الجزيره يعني ما يعملش حاجه؟ هو تاخروا فعلا بس هو دلوقتي احنا فعلا خدنا ارض في 6 اكتوبر بقى لها فتره كانوا متاخرين فيها وابتدوا الحمد لله ان هو اليومين دول ابتدوا دي ده اكيد هيخف الحمل عن اللي هو فعلا لان هو تقريبا النادي الوحيد اللي ما فتحش لسه في مدينه جديده. وعلى المستوى العالمي بقى افريقيا حلمك الكبير يا عمر إيه حلمك الشخصي انت كلاعب وحلمك لكل ووتر بول في مصر بسرعه. انا نفسي ابقى احسن لعيب في العالم. ده اتصورت مع مين؟ وش كده كده برضه؟ كرة القدم برضه نلف ونرجع لها. انت قلت لي طموحك الشخصي وقلت لك على طموحك بالنسبه للوتر بولو ايه؟ انا نفسي يعني اطلع احسن لعيب في العالم ابقى زي لعيب كاشش هو بيلعب في المجر هو كان احسن لعيب في العالم بس اعتزل عشان عجز. انا نفسي اروح العب بصراحه في اوروبا بره طب وبالنسبه للوتر بولو في مصر؟ ايه بالنسبه للوتر بول في مصر والله
مش عارف يبقى في حاجات كتيره ملخبطه عايزه تتظبط. يعني هم بره بيبقوا عارفين هم عندهم نظام، احنا هنا ما فيش، يعني ما فيش نظام. ما فيش نظام، انا اختم ما فيش نظام. وبرضو انا بشكركم على حضوركم النهارده، وشيء جميل ان عمر يبقى ممثل رائع جدا لنادي الجزيره في الووتر بولو. بشكرك كابتن خالد لاعب كره الماء في الجزيره السابق، وبشكرك جدا يا عمر على حضورك النهارده، وبنتمنى التوفيق، واكيد مع السبورت هتابعك ان شاء الله في الفتره المقبله.